شو في كمان غيره؟ نيجي للصفويين، لأن هذول هم الأهم، هذول هم الأهم اللي تفهموا الآن شو اللي بيحصل. كمان شوفوا قديش ضايل عماد، ممتاز. شوفوا صفي الدين الأردبيلي، أول شيء أردبيل هذه في شمال غرب إيران، أردبيل صفي الدين الأردبيلي صاحب طريقة التصوف، ويبدو اكتسحت هذه الطريقة في التصوف. صفي الدين الأردبيلي انتشرت في إيران والعراق وبلاد الشام، اللي هي إيش طريقة في التصوف. صفي الدين الأردبيلي من أردبيل، اللي هي شمال غرب إيران. هذا توفي 1334 ميلادي، 1334 ميلادي، وطريقته منتشرة التصوف. وبتعرفوا طرق التصوف ترتبط كثير بالشيخ وابن الشيخ وهالتفاصيل هاي كلها. حفيد الشيخ الخوجة علي اسمه، حفيد الشيخ، ما هو توفى الشيخ هذا صفي الدين سني، كان صوفي، صوفي سني، توفي 1334. حفيد الشيخ اسمه خوجة علي تشيع، وخصوصا انه اصبح هو شيخ الطريقة 1339، يعني بعد وفاة الشيخ بكم؟ خمس سنين صار خوجة علي حفيده هو الشيخ الطريقة، تشيع. طبعا تشيع شيخ الطريقة على وفق الاتباع الصوفي، شو صار في هالجيش الهائل له؟ تشيعوا 1339. ومن احفادهم اجا اسماعيل الصفوي، اسماعيل الصفوي ابن 14 صار هو الزعيم، ابن 14 سنة. ممكن في الطرق التصوفية هاي خلاص، ما هو من نسل الشيخ، ابن 14، ابن 15 لانه نتيجة انه امتداد الناس وتأييدها صار هو شاه ايران، ابن 15 سنة. واستخدموا القوة العسكرية، تصوروا ابن 15 سنة فرض التشيع لأول مرة بيحصل في التاريخ الإسلامي، إنه الآن دولة شيعية، وجدت دول شيعية كما قلنا، خلاص كل واحد إلها الحاكم إله طريقته وكذا الأخيره، والناس مسلمة وإلى آخره. لكن هذا لا، أجا شو عمل؟ هذا أجا أمر بفرض العقيدة الشيعية بالقوة، ومن لحظة وقتل العلماء، مش مئات الألوف، بجوز كتاب الشيعة بيقولوا قتل مئات الألوف، بعض الناس قدر انه اللي قتلهم من اجل انه يفرض التشيع في ايران ما يزيد على المليون، ما يزيد على المليون انسان. وبدأ هذا الانسان ينتصر في حروبه، وتمتد دولته، امتدت بشكل هائل. يعني تيجي تقولوا لي ايران، مش انا اقصد دولته، مش بس هو، لانها استمرت دولته ايضا 200 سنة تقريبا، لانه هو اللي بدأها 1501، ظلت مستمرة ل 1722، وبعدين غابت شوي ورجعت لها كمان 7 سنين ثم راحت. ماشي، الدولة الصفوية، دولة الصفوية تصوروا، لو اجي اقول اليوم مثلا اللي بتذكروا ايران، العراق، ارمينيا، اذربيجان، اجزاء من تركيا، افغانستان، اجزاء من باكستان اللي هي اليوم، تصوروا هالامبراطورية الهائلة. في كمان كان ضمن سلطان مين؟ الدولة الصفوية، يعني امتدت زي النار في الهشيم. ولما صارت قضية قتل الناس والعلماء، الدولة التركية بدأت تراسل انه يا ابن الحلال، لهذا يوعظوا انه ليش تقتل الناس؟ ما هو سنة، ما هم الأتراك سنة، وقاعد بيقتل سنة مش أجل تحويل لشيعة، وبقتل العلماء. والعمل حتى مات السلطان التركي اللي بتعامل باللطافة، وأجا ابنه سليم،
اجى ابنه سليم، سليم الاول، سليم الاول على طول طبعا ادرك عدة امور. سليم الاول اولا دافع اسلامي لهذول الناس اللي بيقتلون، قتلوا اكثر من 1,000,000 مسلم مشان يحولوهم لشيعة. لذلك دائما لما يقولوا عن الايران اليوم الصفوية، فهمتوا ليش بيقولوا صفوية؟ مش عم بيقولوا الفاطمية. يعني ممكن لو قلت القرامي طب جوز، بس القرامطة إباحيين، هذول مش إباحيين إلا في المتعة. يعني هذول قننوها المتعة وخلصنا. على فكرة هم الوحيدين بين كل ما يسمى إسلامي بيبيحوا المتعة. يعني لا الخوارج بيبيحوها، ولا الزيدية بيبيحوها، ولا الإسماعيلية بيبيحوا المتعة، ولا المسلمين بيبيحوا المتعة، حتى الإسماعيلية بشك. هذول الوحيدين اللي يبيحوا، اللي جعلوا الزنا مقنن، إنه مشرع، قصدي مشرع، سموها المتعة. وأنا إلي درس في قضية المتعة، وببين لكم تماما انه كذبة هاي. وحتى في تفسير القرآن الآية اللي بيكذبوا بيقولوا انه هاي آية في المتعة، مش بس هم بيكذبوا، وبعض المفسرين بوقعوا في هذا المزلق كذب الشيعة وغيرهم، وانا فسرتها. لذلك اي واحد بده بدخل على درس المتعة الموجود من هذه الدروس. طيب الآن اجى سليم الاول زحف عليه، زحف على، وكان دائما هذا الولد اللي تولى ابن 15 وعاش ل 37، طبعا عاش ل 37، اللي هو اسماعيل الصفوي القاتل المجرم. وعلى فكرة حتى يشيع البلد، عارفين شو عمل؟ استورد علماء، ومن اهم البلاد اللي استورد منها علماء شيعة مشان يشيعوا الناس جبل عامل في لبنان، جبل عامل في لبنان. ولذلك الان من كبار العلماء اللي بتسمعوا اسمائهم العاملي العاملي العاملي، لانهم كلهم وين بتسمع العاملي؟ من علماء الشيعة الكبار، اللي مرجعيات اللي يؤخذ عنها العلم في تاريخهم، بيرجعوا لوين؟ لجبل عامل. جبل عامل استخدم من جبل عامل اقل شوي من 100 عالم كبار، من 100 عالم، من 100 عالم اللي راحوا على، اقل من 100 شوي اللي راحوا على ايران، رجع 7 بس، والباقي واحفادهم كذا في ايران. وبالتالي العاملي العاملي، فبالتالي وجاب من العراق وجاب من بلاد اخرى مشان يشيعوا الناس، لانه منين بده طيق، بده ناس استعان فيهم. طيب زحف عليه سليم الاول، الرجل بدوش يواجه سليم الاول، يبدو صيت الدولة العثمانية وقوتها. حاول 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 يهرب من وجهه ويخلي سليم الاول يتورط في داخل البلاد. وبعدين المهم في النهاية سحقوا سليم الاول في معركة، وطردوا من البلاد كثيرة، وفيما بعد يعني حتى من العراق كمان، ومن اذربيجان، ومن والاجزاء اللي كان في تركيا برضو الى اخره. وكانت اول هزيمة يهزمها الصفوي. وبقي يعني سليم الاول على فكرة جيشه تقريبا انكشاري، كان هو بده يقضي تماما على الصفويين، جيش الانكشاري كأنه تمرد، فاضطر انه يرجع. وفيما بعد على فكرة عمل مذبحة لقادة الانكشاري سليم نتيجة تمردهم، اما في الاول وهم معه تمردوا، طيب قالوا ماشي وسحب. بعد فيما بعد دبر لهم مذبحة يعني مش عادية للقادة، ورد رجع في العام رد رجع، ولكن توفي من مجت من مصلحة مين؟ اللي هو الصفوي اسماعيل. ولا هو كان ناوي سليم الاول انه يسحقهم. وسليم الاول على فكرة هو اللي ازال دولة المماليك، واصبحت فلسطين وبلاد الشام ومصر خاضعة على دولة العثمانية في زمن سليم الاول 1516 1517 عفوا 1500 1516 1517. وبتعرفوا معاركه مع الدولة، اخر اشي في دولة المماليك تومان باي، بشك تومان باي، وقتلوا تومان باي في مصر، وكل البلاد توحدت تحت سلطانه. سليم هو نفسه سليم الاول، هو رجع الان بده يقضي على الدولة الصفوية. مات لله، اقدار لله. فبتظنوش انه البشر اللي بتصرفوا، في ناس بظنوا، ولذلك الواقع اللي بتعيشوه الان رح تجدوا خيره فيما بعد، تفهموا شو يعني صار، تفهموا شو صار. ف
استغل الصفوي الان موت مين؟ صار بده يستعيد مجده. مات بالسل وعمره 37 سنة، واجى بعده اولاده وطبعا شاهات بعده، واستمرت الدولة الصفوية كما قلنا لفترة طويلة من الزمن عبين ما انتهت 1722 تقريبا، ثم رجعت شوية 7 سنوات وردت بعدين انتهت. انتهت هذه الدولة. لذلك دائما لما تسمعوا الصفويين انه باتهام ايران انها صفوية، التشيع الصفوي، وهم على فكرة الصفويين اللي اخترعوا واشهدوا ان عليا ولي الله، وهم اللي اخترعوا هاي الضرب هذا والتطبير كله، هذا اختراع منهم. اخترعوا اشياء، كل اللي بتشوفوها البدع هاي اختراع مين؟ الصفويين، لان الصفويين انحرفوا برضو بالتشيع. وبعدين طلب من ائمة الائمة عندهم في الجمع انهم يسبوا على ابو بكر وعثمان وعلي، ابو بكر عفوا وعمر وعثمان، يسبوهم واخترعوا اشياء، وكان عداء للاسلام، عداء طبعا بيسمي حاله مسلم هو وغيره يعني. اما يعني هذا بالنسبة للصفوي. اليوم نفس الشيء صفوي.